قال ذكرت انه جماعة انصار السنة قديما كانت على حق والان انحرفت، هل يجوز حضور ندوات انصار السنة في الولايات البعيدة علما ان معظمهم ليس لديه علاقة بالجماعة الموجودة في الخرطوم؟ قلت انها اصبحت منحرفة. لا تحذروا، واذا كانوا من الجهال عواما صار سنة ما من الدعاة الى الباطل. وتعريف الداعية كما قال الشيخ رسلان حفظه الله قال هو الذي اليه المرجع في البدعة، يعني لو لقيته انسان بأصل للبدعة لما تقعد معه، اما اذا لقيته يعني انسان جاهل ومن عوامهم فده تنصحه وتبين له، لكن تحضر محاضراتهم ما تحضر نهائيا. طيب قال بعض الناس إذا قلت له إن المولد بدعة يقول لك جمع المصحف أيضا بدعة. جمع المصحف كان بإجماع الصحابة، والإجماع حجة شرعية ولا ما حجة شرعية؟ الإمام الشافعي استدل على حجية الإجماع بالقرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل شنو المؤمنين. والمؤمنين في وقت نزول هذه الآية هم من؟ هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمع المصحف كان بإجماع الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الصحابة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين شنو من بعد. ولذلك دما دليل ليك يا صوفي، ده نمرة واحد. قال هل الحبيب الجفري صوفي على حق؟ وما رأيكم في سيد قطب وحسن البنا؟ هل الشيخ كشك من السلفية؟ موضوع ده دار له نص ساعة، عرفته؟ لكن الجفري ده أول حاجة زول كذاب ومفتري، يقول لك الحديث في صحيح مسلم، تفتش حتى مجلة ميكي ما بتلقى الحديث، والله الزول ده كذاب لغاية ما الكذب ذاته يتبرأ من كذب الجفري. كذاب لدرجة بعيدة، وأخشى إن وجد مسيلمة أن يكفته مسيلمة، فهمتها؟ لأنه ده بيكذب كذب مبالغة ذاته، عرفتها؟ ويدعي أن الأولياء يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون ويدعو الحسين من دون الله، زول حاقد مجرم كذاب مفتري. قال عمته دي بالسند لحد النبي صلى الله عليه وسلم، بالله بمكوته ولا بدون مكوه؟ يا ناس يا جفري يا أحمد، جيبها معقولة كده، جيبها حاجة معقولة، لكن تجيبها قدر ده؟ طيب فما في صوفي على حد، أصلا الصوفي على باطل لأنه ما في منهج في الدين. ورينا كلام الأئمة، الإمام الطرطوشي قال ما رأيكم في سيد قطب وحسن البنا؟ ده أول حاجة صوفية، أول حاجة نمرة واحد. وحسن البنا كان بيحضر الموالد، كان بيحضر شنو؟ الموالد، ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر فسامح الكل فيما قد مضى وجرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم حضر معانا وسامح الكل غفر لهم. وحسن البنا مجرم وكذاب ودجال، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفر الذنوب إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فهذا يعتقد هذه العقيدة الباطلة. بعد ذلك سيد قطب يعتقد بوحدة الوجود، ده الكتاب بتاع تائية ابن الفارض، أنا بذكر لك منه كلام. هنا الصوفية بسموا ربنا تعالى الله ذلك علوا كبيرا بأسماء النساء، دي التائية ذاتها، عرفتها؟ واشتريت أنا من الدار السودانية للكتب مدفوع، أنا ما أعرفه مدفوع معناه شنو، معناه باطل ولا مدفوع معناه، المهم مدفوع هدري بين رقم بتاع الدار السودانية و 65 جنيه، نسأل الله يعوضنا فيها. المهم طيب، وبرضه الكتاب ده موثق في النصرة العلمية لبتاع عبد المحمود هدري. طيب صفحة 92، سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص قال وهذه هي الوحدة، إنه كل ما في الكون هو الله سبحانه وتعالى،
وده اعتقاد بتاع ابن الفارض وابن سبعين وابن عربي وغيرهم من ملاحدة الملاحدة الذين ظهروا باسم الأمة الإسلامية. طيب قال وفارق ضلال الفرق فالجمع منتج، يعني قال ما تفرق بين الخالق والمخلوق، قال ففارق ضلال الفرق فالجمع منتج هدى فرقة بالاتحاد تحدتي، مش واضح الكلام؟ قال وصرح بإطلاق الجمال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زينتي، فكل مليح حسنه من جمالها. يتكلم عن ربنا، يتكلم عن ربنا. وبرضو عندي كلام ابن عربي في فصوص الحكم، قال كلام وسخ وسيء وكفر ما قاله حتى اليهود والنصارى. عشان كذا ابن المبارك رحمه الله قال أحكي كلام اليهود والنصارى يعني باطله، ولا أستطيع أن أحكي كلام الجهمية. قال بها قيس لبنى هام بل كل عاشق كمجنون ليلى أو كثير عزتي، فكل صبا منهم إلى الوصف لبسها بصورة حسن لاح في حسن صورتي، وما ذاك إلا أنبدت بمظاهر فظنوا سواها، وهي فيها تجلتي بدت باحتجاب واختفت بمظاهر على صبغ التلوين في كل برزتي. يعني قال ربنا بيظهر في صور مختلفة لكن في الحقيقة كلهم الله، زي ما قال ابن العربي وما في الجبة إلا الله وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي. دي العقيدة الصوفية. قال ففي النشأة الأولى تراءت لآدم، وده كلامه كده، قال في النشأة الأولى الله ظهر لآدم بياته مظهر بمظهر حواء قبل حكم الأمومة، فهام بها شوف الكلام الوسخ ده كيف، فهام بها كيما يكون به أبا ويظهر بالزوجين حكم البنوة. يعني الأب والابن كلهم الله أغطى النصارى، وكان ابتدى حب المظاهر بعضها لبعض ولا ضد يصد ببغضتي، وما برحت تبدو وتخفي لعلة على حسب الأوقات في كل حقبة، وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة، ففي مرة اللبنى. شكذا عبد المحمود قال ليك، قال واتفقوا على أسماء أطلقوها على الذات الإلهية منها دعت ولبنى وليلى وسلمى. انت ما سمعت النيلة بقرون بيقول شنو؟ يا ليلى ليلك جكا. انت قالوا عنده واحد راجية ورا الخيمة بتاعت المولد؟ لا 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 لا، هو يطلق ذلك الباطل والإلحاد على ربه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ففي مرة اللبنى وأخرى بثينة وآونة تدعى بعزة عزتي، ولسنا سواها ولا كنا غيرها، وما إلاها في حسنها من شريكتي، كذاك بحكم الاتحاد بحسنها كما لي بدت في غيرها وتزيتي إلى آخر ما قال وطرش من الكفر. طيب فسيضغط بيقول بنفس العقيدة دي، العقيدة بتاعت وحدة الوجود، وكررها في تفسيره لصورة الحديد وغيرها من الصور. كذلك يجتمع معهم في عقيدة عقيدة الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. فبتلقى حسن البنا بيعتقد عقيدة أبو الحسن الأشعري فيما يسمي، وأبو منصور الماتريدي كما نقل سعيد حوي قال الأمة سلمت في باب الاعتقاد للرجلين ديل. وسيد قطب يمسك الآيات في الصفات يأولها، أول صفة العرش بل وأنكر العرش وغير من الصفات العظيمة أنكر وحرف هذا المجرم المدعو سيد قطب. ده غير التكفير النشأ في العالم الإسلامي، ودي مسألة ثانية والكتب موجودة. ده غير سبهم للصحابة، نبز الصحابة خاصة سيد قطب، نبز الصحابة نبز شديد، بل نبز سيدنا عثمان رضي الله عنه وقال خلافته دي ما راشدة أبدا، وقال بل كانت خلافة عثمان فجوة بين الخليفتين عمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال ولذلك نحن نعتبر أن خلافة علي هي امتداد لخلافة الشيخين، وهذا كله كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعثمان بالرشاد وبأنه على حسن الطريقة
بل وكان يستخلفه رسول الله ويرسله إلى المهام، فأرسله إلى أهل مكة، وكانت بسبب بيعة الرضوان. أفيرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا غير رشيد أو رجلا سفيها؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافة، تكون نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا. وهذا هو الحديث الصحيح، عرفت؟ فزمن عثمان رضي الله عنه وزمن الخيرات، وهو زمن الرشد، وهو زمن ابتدأت فيه أو واصلت فيه الفتوحات الإسلامية، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وده موضوع طويل جدا، فسيد قطب وحسن البنا من ضلال ومن يعني دعاة الضلال، لا يجوز للإنسان أن يركن إليه. المشكلة أنصار السنة تاني جدافعوا عن دين. عبد الرحمن حامد قال حسن البنا من أفاضل المسلمين، مش من أفاضل الأخوان المسلمين. حسن البنا الصوفي اللي كان بيمشي للفقراء تاع مصر، وبيمشي بالدردك هناك، وبيقعد جوا القبة يبيت فوق ذاته في دم نهور، فهمت؟ دافع عنه. والهواري دافع عن سيد قطب لما شتم نبي الله موسى عليه السلام، وقال قد تكون لا ليست سبا بلغة قومه. وسيد قطب ما كان بيتكلم باللهجة المصرية، وإنما كان يتكلم بشنو؟ باللغة العربية. وحمد الأمين إسماعيل قام قال للهواري لغة ذو أدب وكتاب ذو أدب، يبقى ذو أدب معناه ما بالأدب المصري ولا شنو؟ أنتوا كده اتفقوا كدكاترة يعني، فهمت؟ وده موضوع طويل. ويجي محمد الأمين إسماعيل يدافع عن سيد قطب، عرفته؟ وقال كتابه بتاع تفسير الضلال ده قال كتاب قيم في مجاله جنى عليه كثير من الناس. والشيخ ابن باز قال ينبغي أن تمزق. نازل جاطوا البلد، جاطوها جوطة شديدة، ولذلك ذلك كلهم من دعاة الضلالة ما تمشي لهم. أما كشك أيضا من دعاة الإخوان المسلمين والخروج على الحكام، والناس بينخدعوا بالزول البكوري، خدعوا بالزول الحلقوم كبير ويكوري طال، يقول لك يا سلام، ويجيب له يجيب لك ذاته حكاوي غريبة وقصص، والقصاصين ديل أصلا السلف نهوا عن مجالسته، عرفته؟ يقول لك ما هو اللي جاء في مناظرة، ما هو الواحد ليس له ثاني، وما الاثنين لا ثالث لهما، والثلاثة الأراء. إخواننا ده ما بيفيد الإنسان في دينه حاجة، ما بيفيدك أنت كمسلم في دينك حاجة، بين للناس التوحيد والعقيدة. لكن ده الشغل بتاع القصاصين، دايري لما الناس بأي حاجة، وده الشغال إنه دعاة أنصار السنة. أنا يوم ذيك كنت في بحري، وبعد ذاك واحد شنكلني، وبعد ذاك بكى ثم تاب إلى الله. يا زلمة بين للناس عقيدة، وريهم قرآن وتلقى كذب ونص حديث موضوعة. عشان كده قالوا الإمام أحمد بن حنبل معه يحيى بن معين قاعدين، قام واحد من الجماعة ديل زي الصوفية بعد ما يكلم الناس بيشحت، قام تكلم عن فضل لا إله إلا الله، وبعد ذلك قال من قال لا إله إلا الله يوم القيامة جاءت في صورة طير وخلق من منقاره كذا وكذا، وقعد يفرع، قال حديث ثلاثة صفحات. قال فنظر أحمد ابن حنبل إلى يحيى، وهو قال حدثني يحيى عن أحمد ابن حنبل، ده ذاته انت. فأحمد ابن حنبل قام عايل ليحيى قال لي يا زول أنت حدثته؟ قال لي لا، أنا حدثتك؟ قال لي بالحديث ده؟ قال لي لا. بعد ما انتهى قالوا له كده تعال، قال لي يا زول أنت الكلام ده جبته من وين؟ أنا أحمد ابن حنبل وده يحيى ابن معين. قال ما ظننت، ما أظن إلا أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يعني من البلهاء. أما خلق الله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ وبعد ذلك فات مشى. ده الشغل بتاع الجماعة ديل، وده اللافين بيه والجماعة ديل. ولذلك أخواننا الزول يحذر هؤلاء الناس. طيب قال ما تقول في محمد مصطفى عبد القادر؟ ده زول كذاب ودجال بيشتم الصحابة، ما تسمع له. شوفوا نحن لو قعدنا ما تسمع له دي موضوع ده بطول، لأن يا أخواننا الإعلام في الغالب ما بينقول لك الناس اللي فيهم خير، في الغالب ما بينقول لك الناس اللي فيهم خير، وإنما ينقل لك أهل الباطل وأهل الشر. وأهل الخير يضيق عليهم، أهل الخير يضيق عليهم وما يفتحوا لهم. هسي الليلة أجيب شوف القنوات دي قول لهم تعالوا افتحوا لنا نتكلم عن المولد،
يجيبوا لك زي انصار السنة ذاك واحد اسمه سيادة الصديق فالح، يقول لك ما دارين جرح ولا نق، فالح في النق في دعاة السلفية ودعاة الحق ينقدهم ويجرحهم في الإذاعات، ويجي الصوفي في المولد يبشتن ويجهجه ويربطه بعمة الجبهة ذاته، فهمت؟ وتلقاهم جايطين الشغلة وما يفتحوا الإعلام لناس عارفينهم بيردوا على باطلهم ده. تما تعال ناظرنا، تما شفت ذاك الصوفي ذاك اسمه محمد عبد الله زنق حتى أنكر نبوة عيسى، فهمت؟ ونحن لو قارنا بين المصالح والمفاسد كان بنطلعه برا الاستوديو لأنه خايفين نبقى شيوعي مرة واحد، فهمت؟ فما بجيبوا أهل الحق وما بيفتحوا لهم المجال، ولذلك أنت بتلقى دعاة الباطل كتار. طيب قال ما تقول في قول البرعي وذو الإنكار في الحال يعطب وجزاك الله خيرا كده؟ طبعا ده من التخويف، بيقول لك يا أخي إذا تكلمت في الشيوخ بتحصل لك ويحصل لك ويحصل لك، وربنا قال ويخوفونك بالذين من دونه. العلماء قالوا كما قال ابن القيم، وهذه الآية بالإجماع معناها ويخوفونك بأوليائه، يخوفكم الشيطان بأوليائه، يعني يقول لك فلان يفعل لك وكذا. وذا هددوا به نبي الله هود، قالوا لا، قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ومعنا الشيخ مزمل، نخليه يجاوب على بعض الأسئلة.